هنا عندي بقى عايزين نشتغل في العجينة. ادي كده عندي. طبعا التوم والبصل مش هنضيفهم دلوقتي غير لما اللحمة مع البصل تدخل في السوى. هبعدهم كده عشان نبقى احنا ايه شايفين كل حاجة. اخد ادي معايا الدقيق اللي هم عندنا في المقادير 3 كوبايات دقيق. وهنا معايا ادي مية دافية هحط عليه الخميرة. وهاخد رشة سكر عليها. وهاخد رشة ملح. ومعايا زعتر. ومعايا بيكنج باودر. السكر بيخلي الخميرة تشتغل كويس جدا وتبقى نشطة وممتازة كده بالشكل ده كده. وهنا انا حطيت رشة ملح والزعتر وحطيت كمان البيكنج باودر. انا بس اقلع دول كده. ابدا اخد المواد الجافه كده على بعض اللي هي كانت رشه الملح ومعايا الدقيق والزعتر كده. نبعد دول اهو بالشكل ده كده. وهنا بقلب الماده السايله. بس طبعا ناخد الزيت. احنا محتاجين 3 معالق كبار مليانين زيت. لكل كوبايه دقيق محتاجين معلقه كبيره مليانه زيت. الدنيا التكييف ما شاء الله هنا شديد جدا جدا فبيخلي بيخلي احنا شايفين هنا لون الزيت كده نحس ان هو متغير. ليه؟ التكييف شديد فالتكييف عامل البروده بتاعته مأثره على الزيت كده. نفرك الزيت في الدقيق كده اهو. بس طبعا انا اسفه جدا انا عندي برد فعايزه اشرب شويه ينسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمك يا حبيبي كده بالشكل ده. عجنت كده حطيت الدقيق على المواد الجافه. هبدا اضيف المواد السايله شويه شويه زي ما احنا شايفين كده. انا خدت شويه ميه. طبعا ده نص المقدار لان انا طبعا عجنه عجينه ومتخمره وزي الفل اهو. احنا بقى لما نبدا اللحمه تدخل معانا يعني مثلا بعد نص ساعه من تسويه اللحمه على النار نبدا نعجن العجينه لان هي بتاخد من نص ساعه لتلات ارباع ساعه تخمير. طبعا لو كان الفرن المطبخ عندنا سخن قوي ممكن تاخد نص ساعه في مكان دافي كده تبقى زي الفل. اهي شايفين العجينه اتلمت من الطبق كله. هبدا كالمعتاد ناخدها كده زي ما اتعلمنا مع بعض في الفطاير. يعني اشكركم جدا جدا على التطبيقات بتاعه اللي احنا عملناها للكرواسون والباتيه والدنش. جالي عليها تطبيقات في منتهى الجمال وناس كتيره جدا بعتت لي ان العجينه لما جربوها اتبسطوا منها جدا وعملوا منها بيتزا وعملوا منها فطاير محشيه كمان في منتهى الجمال. هنا كده العجينه معايا قاسيه وناشفه محتاجه شويه ميه. ابدا كده ايه اضيف حبه حبه بالمعلقه كده اهو. نخلي معانا معلقه كده ونبدا علشان العجينه تبقى ايه طيعه ولينه معانا. العجينه دي نخلي بالنا ان احنا هنستخدمها كمان هنا صنف النهارده. دي عجينه الفطاير الصيامي اللي كانت مدام سميره سالتني عليها الاسبوع اللي فات وكمان مدام روحيه طلبتها واعتقد ام ملاك على الصفحه قالت لي عايزه معجنات صيامي عشان صيام السيده العذراء اللي بدا. كل سنه وانتم طيبين وبخير. فالمعجنات الصنف ده العجينه دي معجنات صيامي في منتهى الجمال تعمل منها فطاير وانا هوريها لكم دلوقتي. هنا كده هقعد بقى اعجن فيها لمده 10 دقائق على ايديا زي ما عرفنا. نفرد ونلم كده اهو بالشكل ده. نفرد ونلم نفرد ونلم اهو كده. نفرد ونلم كده ننشط الجلوتين اللي فيها. وطبعا نغلفها ونسيبها في مكان دافي علشان تتخمر هنا. طيب للفطاير هنعمل ايه؟ هاخدها اقطعها كور صغننه في حجم الليمونه كده بالشكل ده اهو. بعد ما عجنها كويس جدا اخدها بقى على حجم الفطاير اللي انا عايزاه. عايزه كبير عايزه صغير كده في حجم الليمونه اهو. واكورها بالشكل ده ونسيبها ترتاح او تخمر كده بالشكل ده. ممكن طبعا نسيبها على بعضها وبعدين نقطعها بس انا بفضل من الاول نقطع ونسيبها ترتاح وهي متقطعه بالشكل ده كده اهو. تمام كده بالشكل ده. انا هنا بقى عندي عجينه ثانيه جاهزه ومرتاحه اهي بالشكل ده. هلم بقى دول
بص حضرتك ادي دي الفطاير اللي انا عملتها، كانت نفس الحجم اللي انا قطعته مع حضراتكم بالظبط، نفس الحجم. سبتها على صينيه مرشوشه رش الدقيق خفيفه جدا، سبتها الاول وهي كور كده، نفشت طبعا وخدت وضع التخمير، نقلتها على الصاج ده بعد الطبق اللي كان مرشوش عليه دقيق، نقلتها على الصاج ده برده مرشوش عليه دقيق او مبخوخ بالزيت وممسوح من عليه الزيت علشان ما يعملليش طبقه من تحت كده تبقى ناشفه. رشيت الدقيق الرشة الخفيفة وخدت الكور اللي كانت بقى ارتاحت وبقت زي الفل، حطيتها هنا وضغطت عليها ضغطة كده صغيرة فردتها. تمام؟ حاضر، ثواني هعمل كل حاجة لحضرتك. اهو ادي اهي اهي كورة كده، بعمل كده بالظبط، اشيل دي اهو بعمل كده اهي. بعد ما بتكون ارتاحت تمام بروح ضغط عليها كده بالشكل ده وامد عليها بلاستيك زي ما كانت موجوده، امد عليها بلاستيك اغطيها واسيبها في مكان دافي كمان لمده نص ساعه او ربع ساعه على حسب حراره الجو. انا هشيل دي بقى دلوقتي كده عشان مش مرتاحه، وارجع دي طبعا اهو. بس طبعا الحركه دي غلط، محدش يشيل عجينه خمرت خالص ويبدا تاني يحط مكانها او يرفعها من الصاج بتاعها. دي التغطية اللي كانت الحليب او المية مع معلقة القهوة سريعة الذوبان متقلبين مع معلقة صغيرة سكر بالشكل ده كده. هبدأ اغطي دي للفطاير الصيامي اللي هي نفس العجينة بتاعت التغطية بتاعت فخارة اللحمة اللي احنا هنفردها دلوقتي مع بعض بالشكل ده كده. طبعا بالراحة جدا ببدأ اغطي كده الفطاير عشان تاخد لون حلو في الفرن، وابدا بقى نحط عليها سمسم، حبه البركه، زعتر، احنا حاطين في العجينه زعتر يبقى طعمها جميل جدا، ممكن نحط عليها من فوق سمسم، حبه البركه، زي ما احنا عاوزين. طبعا ممكن تتحشي باي حشوه، بزيتون، فلفل، نحط جبنه لو احنا عايزينها فطاير صيامي وبالجبنه. ممكن ننزل دلوقتي المقادير حضراتكم تشوفوها تاني، اللي عايز المقادير الفطاير دي او العجينة دي تاني نشوفها مع بعض. ايوة اللي ما شفناش في الاول اهي موجودة معانا على الهواء، 3 كوبايات دقيق، 3 معالق زيت، معلقة خميرة، معلقة سكر، نص معلقة ملح، معلقة زعتر، ومعلقة خميرة قلناها، وطبعا كوباية ونص مية للعجن على حسب ما ياخد مننا العجين بالشكل ده كده. عندي هنا سمسم اهو، احط سمسم كده بالشكل ده، حط سمسم بقى، حبة البركة براحتنا خالص، هذه هنا كده برضو شوية حبة البركة اهو كده، يبقى احنا عندنا حبة البركة وسمسم زي ما احنا عاوزين خالص. عجينة طعمها في منتهى الجمال وفطاير طعمها حلو جدا جدا اهو كده بالشكل ده، برضو هنا سمسم وحبة البركة. احلى من اللي احنا بنشتريها من بره من الفرن، على الاقل احنا عاجنين في ايدينا بايدينا في البيت ومظبطين نفسنا. هنا كده انا هروح ادخلها الفرن، الفرن شغال على درجة حرارة 200، هسيبها لمدة 5 دقايق على 200 بعدين ارجع اهدي النار عليها. ما يسألك